السوائل في الجسم، الضغط المناسب، الأملاح المناسبة في الجسم، كلها لها علاقة باستقرار وضع المريض. فإذا المريض أخل بأي واحد من هؤلاء من هذه الشروط، ممكن وضعه ينتقل من حالة الاستقرار إلى حالة عدم الاستقرار. فلذلك يجب أن يسأل طبيبه، يجب أن الطبيب يعرف وضع المريض الصحي من خلال متابعة المريض قبل شهر رمضان. يجب أن يعرف الأدوية اللي بيستعملها المريض وكيفية أخذها، والطبيب بيقرر إذا كان هذا المريض يستطيع الصيام أو لا يستطيع الصيام. لكن في حال إذا الطبيب أعطى المريض الضوء الأخضر وقال له أنت وضعك الصحي بيسمح لك أنك تصوم، ما في أي ضرر أو أي خطر من الصيام كصيام على عضلة القلب، بمعنى أنه ما بسبب إضعاف عضلة القلب أو بسبب سوء حالة المريض الصحية. يعني أنا بقدر نقول دكتور أنه يمكن تعويض تغذية القلب بعد الإفطار، يعني إذا كان لا ضير من صيام مرضى القلب، فإذا التعويض راح يكون بعد الإفطار وبالتالي يستعيد القلب طبعا ويحتاج. طبعا وإحنا عادة يعني بتعرفي إحنا في رمضان دائما يعني بنعوض ساعات الصيام الطويلة بالغذاء الكثير، يعني بعد الإفطار يعني إحنا بنتناول كميات كبيرة من الطعام نستهلك جزء منها في تعويض نقص الغذاء خلال ساعات النهار، لكن الحقيقة معظم ما نتناوله بين طعام الإفطار وبين السحور يخزن في الجسم لاستعماله في اليوم الثاني. لأنه إحنا عادة يعني في آخر النهار بيكون الإنسان في حالة يعني ارتخاء شديد وإنهاك من الصيام، وعادة إحنا بنتناول طعام الإفطار ما في أي نشاط بعد هيك، يعني سوى الجلوس ممكن على التلفزيون أو الجلسات العائلية البسيطة، فالحركة بتكون قليلة جدا، ولذلك حرق السعرات الحرارية بيكون بسيط. لذلك معظم ما نستهلكه من الطعام ومن الشراب يخزن في الجسم ويستعمل ثاني يوم لسد حاجة الجسم خلال ساعات الصيام الطويلة. طيب دكتور، هذا يعني إذا الإنسان بعد الإفطار يتناول وجبة رئيسية واحدة ويصل إلى يعني قد يصل إلى التخمة أو يأكل بكميات كبيرة، هذا ما يأثر على عمل القلب؟ ما راح يؤدي إلى تعبه ويجهد طبعا يعني القلب. يعني شلون تنصح المريض العفو أنه يقسم الوجبة مثلا أو يأكل قليل أو بس سوائل وبعدين يأكل الوجبة الرئيسية مثلا؟ يعني إحنا زي ما حكيت في بداية كلامي أنه المريض اللي عنده أمراض في القلب أو أمراض الضغط أو حتى السكري يجب أن يستشير طبيبه، وجزء من الاستشارة الطبيب يكون توجيه الطبيب للمريض كيف يتعامل مش بس مع ساعات الصيام، مع ساعات ما بعد الصيام. لأنه ممكن المريض القلب الحقيقة ما يتأثر بالصيام، بس ممكن يتأثر بشكل سلبي كبير في طريقة تعامله مع الطعام الإفطاري اللي يقدم له عند ساعة الإفطار. لأنه تناول كمية كبيرة من الطعام بشكل مفاجئ يضع مجهود كبير على القلب. أول شيء القلب بيتعامل مع كمية كبيرة من الغذاء، معظم الدورة الدموية ستتجه إلى الجهاز الهضمي لهضم هذا الطعام وحرقه وتحويله إلى ما يستطيع الجسم تخزينه، ولذلك هذا يعني احيانا ممكن ارهاق تناول وجبه كبيره من الطعام يسوي ارهاق صعود سلم او الركض او ممارسه نوع من انواع الرياضه بشكل شاق. فاذا كان المريض وضعه يعني خلينا نقول مستقر لكن مش مستقر بشكل كامل، ممكن تناول كميه كبيره من الطعام تسبب حاله عدم استقرار، ممكن المريض فعلا وضعه الصحي يتدهور. فاحنا النصيحه اللي نوجهها بشكل عام، طبعا هاي النصيحة المريض لازم أو المستمع للإذاعة المحطة لازم يأخذها، وبرضه هذا ما بمنع أو ما بيعوض عن سؤال الطبيب نفسه، لأنه كل مريض عبارة عن حالة خاصة، والإجابات اللي إحنا أو المواضيع اللي متناولة لأنه هي مواضيع عامة لا تتعلق بشخص المريض، لازم المريض كمان أيضا أنه يسأل طبيب عن هذا الموضوع. بس بشكل عام عندما تحين ساعة الإفطار يجب أن يفطر المريض على أول شيء كمية من السوائل، يعني كاسة من العصير أو من التمر، ممكن كمان شوربة، وبعدين يرتاح شوية يريح معدته حتى تمتص شوي من السوائل، والجهاز الهضمي والجسم كله يتنبه أنه الآن في طلب على الدورة الدموية بشكل كامل. ممكن الإنسان يروح يصلي صلاة المغرب مثلا ويرتاح شوية وبعدين يرجع لمائدة الطعام، وما في داعي انه يعني يتصور انه اذا ما اكل كل الاكل خلال 10 دقائق انه الاكل هذا راح يروح عليه، لا، يعني يتمهل في طعامه، يعني تخلي وجبه الافطار بدل ما تقعد 5 او 10 دقائق تقعد ساعه او نص ساعه او ثلاث ارباع ساعه، يعني يتسلى فيها وياكل على مهله ويستمتع فيها. يعني دكتور هاي الطريقه اللي انه يعني تكون السفره عامره انه بها السوائل والحلويات والوجبه الرئيسيه والفواكه كلها، انه بالولائم يعني يعتمدون هذه الطرق بالتقديم، فلازم بالتالي الضيف لازم ياكل اذا كل هاي الاشياء مقدمه، لانه الوجبه ما راح تضل ساعه ساعه ونص موجوده الوليمه، صحيح، هو بالتالي يصير تخمه، لذلك العزائم هي المضره لمرضى القلب. عشان هيك انا مثلا في رمضان ما يعني بشكل عام ارفض العزائم، لانه فعلا انت لما تروحي على عزيمه يا ما راح يخصم محدودة، وبتصير انت يعني قدامك هالطاولة اللي فيها كل انواع الاصناف الطعام والشراب والحلويات، وبده الواحد يعني بقول له هلا اذا ما اكلت قيموها زي ما راح يشيلوها.
فبياكل. فها يعني انا فعلا خطوره الطعام الكثير عند وقت الافطار جزء اخطر بكثير من خطوره الصيام والجوع والعطش خلال النهار. تماما. فلازم ينتبه لها المريض تماما زي انتباهه للاشياء الاخرى. دكتور، نحب ننوه للساده المشاهدين اللي حابين يتواصلون معنا مع الدكتور رمزي علي طبلت، اختصاص امراض القلب واختصاص القسطره التداخليه، يمكنهم الاتصال بنا عبر الهواتف الظاهره على الشاشه. دكتور، بالنسبة للصيام، البعض يعتقد أنه يسبب هبوطا خطيرا في ضغط الدم، خاصة عند أولئك الذين يعانون أو يشكون بمرض ضغط الدم المنخفض. يعني هذا الكلام إلى حد ما صحيح، لأنه يعني في في في, في الصيام، خاصة صيام الصيف لما يكون درجة الحرارة مرتفعة وبيكون النهار طويل، ما في إمكانية لتعويض السوائل اللي بيفقدها الإنسان، والإنسان حادة في خلال النهار بيفقد سوائل حتى لو كان يعني قاعد في مكانه ولا بتحرك ولا أي حركة، سواء أنه بتنفس بيفقد سوائل. يعني ما الحركة أو الشغل أو التعرض لأشعة الشمس مش هو العامل الوحيد اللي بيتحكم بكمية السوائل اللي بيفقدها الإنسان. يعني عملية مجرد إنتاج الطاقة في الجسم، هاي فيها استهلاك للسوائل، فيها استهلاك للماء، ولذلك يجب الإنسان أنه يعوض هذه السوائل. هلا خلال ساعات النهار في ايام الصيف لما يكون النهار حوالي 12 ساعه صيام مثلا، ما في سوائل عم تدخل للجسم، فلذلك بصير في نقص بكميه السوائل في الجسم. هلا هاي كميه نقص السوائل بتعتمد على شو بيعمل المريض خلال النهار. يعني الانسان اللي بيشتغل في مكتب مكيف مثلا، كل شغله مكتبي، هذا كميه فقدان السوائل رح تكون اقل بكثير من العامل اللي بيشتغل تحت اشعه الشمس وكل عمله في حركه، في طلوع ونزول وفي جهد، هذا بيفقد اكثر. الضغط اذا صار في فقدان سوائل لكميه كبيره وطبعا ما تعوضت هاي السوائل بسبب الصيام، راح ينخفض، لانه ضغط الدم بيعتمد على عاملين، واحد هو التوتر الشرياني، خلينا نقول قديش الشرايين في الجسم حالتها صحيه، والشغل الثاني كميه الدم اللي موجوده فيه داخل الاوعيه الدمويه. فاذا انخفضت السوائل بتنخفض كميه الدم الى حد في الاوعيه الدمويه، وهذا يؤدي بالتالي الى انخفاض الضغط. مريض الضغط اللي يعاني من ارتفاع في الضغط بجوز ما بتاثر بين هاي الناحيه، اذا هو يعني تعامل مع الموضوع من خلال طبيبه بتعديل مثلا جرعات الادويه، ممكن من التخفيف من بعض الادويه كان اذا كان المريض عرضه لانخفاض الضغط. لكن المريض اللي بتاثر بهذا الموضوع هو المريض اللي بدايه يعني ما بتناول ادويه للضغط، لكن ضغطه دائما منخفض بشكل طبيعي، يعني هذا هو ضغطه. وهذا بنشوفه عند السيدات اكثر من من الرجال. إذا كان فعلا الضغط يؤدي إلى انخفاض شديد، الصيام عفوا يؤدي إلى انخفاض في الضغط، وهذا انخفاض الضغط يؤدي أو يؤذي صحة المريض، يعني يسبب مثلا دوخة وإعياء عام وعدم قدرة على العمل والحركة والكلام، فيعني من باب يعني إنه ليس على المريض حرج. الهبوط الضغط المزمن يكون عنده في ناس عندهم هبوط ضغط مزمن وبيحتاجوا إلى شرب كميات كبيرة من السوائل، وفي بعض حتى السيدات يعني اللي عم بيعانوا من هذه المشكلة بيحتاجوا إلى هنا وبعض الأدوية اللي بترفع الضغط. لكن شرط أساسي للمريض اللي عنده اللي عرضة لانخفاض الضغط إنه يتناول السوائل خلال بشكل متواصل. يعني دائما بقول لهم خلي دائما أزازة الماء حاملينها معاكم بالسيارة، في البيت، في المكتب، وضلكم يشربوا سوائل، لانه هي الطريقه الوحيده انه المريض يحافظ على ضغطه، الطعام والشراب. فخلال الصيام اذا فقد الطعام وفقد الشراب، هذا الشخص راح يتاثر بهذا الموضوع، راح ينخفض الضغط. اذا ثبت انه فعلا الضغط انخفض بشكل بسبب تعب للمريض وممكن يؤذي صحته، فيعني الصيام يعني ليس على المريض حرج، ويستطيع هذا المريض ان يفطر. دكتور عفوا، هذا بالنسبه اللي عنده هبوط. نعم. واللي عنده ارتفاع نفس اللي عنده ارتفاع ما في اي مريض المريض الذي يعاني من ارتفاع الضغط يستطيع الصيام بشكل عام. بيكون صحي يعني اكثر. يعني وجود مرض اسمه ارتفاع الضغط لا يعني اوتوماتيكيا ان المريض هذا يعني مش يعني يستطيع انه يفطر او الصيام يعني مسموح للافطار. يعني لا، يعني وجود مرض ارتفاع الضغط، حتى مرض السكري وامراض القلب لا تمنع من الصيام، لكن زي ما قلت في بدايه الكلام لازم يستشير المريض طبيبه. ارتفاع الضغط في شكل عام خلال ساعات النهار ما المريض ما بيحس انه هو يعني تاثر بالصوم سواء او فقدان السوائل او الطعام، لكن ممكن انه ينخفض الضغط وتصير حاجه المريض للادويه خلال شهر رمضان اقل من باقي ايام السنه. فهاي بيعالجها من خلال طبيبه. اذا المريض في بعض المرضى بيقيسوا الضغط عندهم في البيت، يعني اذا قاس الضغط وجد انه ضغط منخفض يرفع التليفون يحكي مع طبيبه يقول له انا ضغط اليوم 100 مثلا على 60، شو اعمل؟ الطبيب بيعرف قائمه الادويه، وممكن الطبيب ينصح المريض مثلا انه اذا باخذ المريض اكثر من دواء انه يزيل واحد من هاي الادويه، او يتوقف عن الدواء خلال رمضان لحد يعني بعد رمضان، برجع الضغط بيرتفع مره ثانيه.
فممكن يرجع يتناول أدويته بالشكل المعتاد. دكتور هذه يحكمها علم الفارماكولوجي اللي هو الوصول إلى أنه هناك أدوية مفعولها يكون طويل الأمد مثلا يصل يعني إلى 24 ساعة، فبالتالي يحتاج المريض أن يأخذ مثلا كل 6 ساعات علاج، يمكن يأخذ مثلا كل 24 ساعة مرة علاج، وبالتالي يمكن أنه يصوم لأنه طبعاً مفعول الدواء مستمر معه. طبعا يعني إحنا هاي الأدوية اللي بتشتغل لمدة تتجاوز 24 ساعة الحقيقة سهلت علينا كثير يعني في موضوع الصيام. أيوة. يعني الأدوية قديما كان المريض مضطر أنه يأخذها لعدة فترات خلال النهار، يعني بياخذ الحبة كل 8 ساعات مثلا أو 3 مرات في اليوم. هلا هذا الحكي ما بتأتى في شهر رمضان، يعني خاصة في أيام الصيف لما بيكون الليل يساوي النهار من ناحية الطول. فمعظم الأدوية الآن اللي مستعملة خاصة مثلا أدوية الضغط وإلى حد كبير من أدوية القلب، الدواء بكفي المريض لمدة 24 ساعة، بمعنى إذا تناول المريض الدواء مثلا خلال الفطور يعني ممكن هذا الدواء راح يكفيه، راح يظل مفعوله موجود في الجسم حتى يحين موعد الفطور في اليوم التالي، أو إذا تناوله في السحور يظل مفعول الدواء موجود لحد موعد السحور في اليوم التالي. فلذلك المريض مش بحاجة إنه يأخذ دواء خلال ساعات الصيام. لكن أحيانا في بعض الأدوية لا تزال المريض بحاجة إنه يأخذها في أوقات معينة ولا يستطيع أن يتجاوز هذه الأوقات، وهذه ممكن تسبب حرج للمريض وتمنعه فعلا عن الصيام. طيب دكتور بالنسبة للسيدات، لأنه احنا عرجنا على موضوع أنه السيدات يمكن يكونون أقل أو أكثر عرضة عفوا لموضوع هبوط ضغط الدم، طيب إذا كان عنده مثلا أحد يعني مصاب بأحد أمراض القلب مثلا وأدى بنفس الوقت مثلا حالة حمل، طيب هذه شلون وضعها راح يكون مع حالتها المرضية وفي حالة صيام؟ يعني هي مريضة قلب وحامل وبدها تصوم. طلعت على هيك حامل وعندها حالات من يعني أمراض القلب، ومثلا يصح طبيب أو ما يصح طبيب بالصيام، أو هي يعني عندها مخاوف من الصيام. وإذا يعني سؤال شوية صعب، لأنه زي ما قلت لك إحنا دائما بالحديث الآن هو حديث عام، يعني المريض بالنهاية لازم يرجع لطبيب ويستفسر منه إنه يستطيع الصيام أو لا يستطيع الصيام، وهذا ينطبق حتى على المرأة الحامل. يعني إذا طبيب القلب يعني مع استشارة الطبيب النسائية سمح لهذه السيدة بأن تحمل برغم وجود مرض قلب، معناته وضعها الصحي مستقر. لأنه إحنا في عنا عدد من أمراض القلب نمنع المرأة منعا باتا من الحمل، يصبح الحمل في خطر على الأم وفي خطر على الجنين. فإذا هاي المرأة حملت بعد مشاورة الطبيب، يعني استشار طبيب القلب وقال لها المشكلة اللي عندك في القلب لا تمنع من الحمل، وراح أنت يعني تنهي الحمل بصورة سليمة والجنين راح يكون سليم وما في أي مشكلة، وطبيب النسائية أيضا يعني ما عنده أي اعتراض على هذا الكلام، معناته وضعها الصحي من ناحية القلب وضع مستقر. فلذلك يعني من ناحية المبدأ هي تستطيع الصيام، تستطيع الصيام. يعني إذا استطاعت الحمل اللي هو كإرهاق على الجسم وعلى القلب أكثر بكثير من الصيام وما كان في أي مانع، معناته الصيام بالنسبة لها مش راح يشكل أي مشكلة إطلاقا. بس برضو راح يكون في نصائح بالنسبة للعلاجات بالنسبة للسوائل بالنسبة لهذه الأمور لازم تتبعها خلال الصيام. دكتور قد يكون أيضا الصيام هو فرصة بالنسبة للمدخنين واللي هم مصابين يمكن أيضا بمرضى يعني القلب، فشنو رأيك يعني أنه يصوم حتى يترك التدخين بالمرة حتى يشفى من أمراض القلب؟ يعني أنا طبعا التدخين آفة كبيرة طبعا، وللأسف الآن نحن لما نحكي عن الدخان بطلنا نحكي عن دخان السيجار، نحكي عن الدخان الأخطر اللي هو دخان الأراجيل في مجتمعنا. يعني السيجار لحد الآن الناس بتطلعوا على أنه شيء غلط، حتى اللي بيدخنوها لو بتسألوا هاي السيجارة يعني شو رأيك فيها بقول لك هاي مصيبة علي وأنا بعرف أنها بتأذي صحتي وكذا هيك، بس أنا يعني خلاص مدمن عليها وما بستطيع بطلها. بس هو يعترف أنه هاي السيجارة هي أذى فيها لصحته، لكن مع ذلك يدخنها ماشي، هاي مصيبة يعني هاي مشكلة. لكن المشكلة الآن في الأرجيلة اللي أصبح الآن الإقبال عليها بشكل كبير حتى بين الشباب يعني والشابات في سن يعني سن المراهق خلينا نقول، وهذا التدخين الأرجيلي بيتم يعني تحت نظر آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم وبدون ما أحد يعني يلتفت. يعني الناس المجتمع عندنا بنظر الأرجيلي كأنها لعبة عادية أو كأنها حبة شوكولاتة، يعني الواحد بيقدر يتناولها وما في أي محاذير، مع إنه طبيا يعني الأرجيلي أخطر بكثير من السيجار من ناحية الأذى اللي ممكن تشكله على صحة الإنسان، لأنه كمية التمباك أو التباكو اللي فيها الدخان اللي فيها كمية أكبر من السيجارة، وبعدين مخلوطة مع صبغات ومحليات وأشياء بتغير الطعم وتغير رائحة وتغير المنظر، وكل هاي مواد كيماوية تحرق ثم يستنشقها الإنسان وتدخل إلى جسمه وما بنعرف شو بتساوي بجسمه. يمكن أكثر عضلة معرضة للإصابة هي عضلة القلب يعني بهذا الموضوع أكثر خطورة عليها. والله يعني هو السجائر بشكل عام يعني الخطورة تمتد من الدماغ حتى أسفل الساقين، يعني أكيد. ما في عضو في الجسم ما يتضرر يعني ممكن ما يتأذى من الدخان.
الدخان يعني السجائر بشكل عام أذاها كبير. فأنا دائما بقول اللي بدخن إذا أنت فعلا طبعا ما ممكن أنا أسمح لشخص أنه يفطر لأنه هو بدخن، يعني هذا غير جائز شرعا أصلا يعني. فهو فرصة للمدخنين أنهم يوقفوا الدخان، لما هو بيمتنع عن الدخان مدة 12 ساعة خلال الصيام ويستطيع أن يمتنع، هذا معناته هو عنده القدرة والإرادة أنه هو يمتنع عن الدخان. فهي رمضان بالنسبة للمدخنين الحقيقة فرصة أخرى أنهم يعيدوا التفكير. هي ليست فرصة فقط للمدخنين دكتور، ما هي فرصة للتخلص من أثار التدخين الإيجابي والسلبي طبعا. يمكن يعني حتى طبعًا. الناس اللي عايشون يعني مع بعض يعني كعائله، يكون مثلا احد افراد العائله من المدخنين، فهم ايضا يعتبروا مدخنين حتى وان ما كانوا مدخنين طبعا، لانه اضرارها تعم على كل الاجواء اللي مية يعني مية. وانا بستغرب في بلد زي بلدنا يعني المؤسسه الصحيه يعني وزاره الصحه والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن صحة المواطن كيف ما بتلتفت لهذه الأمور. يعني أنت تدخني الأرجيلة في حديقة عامة ومفتوحة ماشي الحال، بس تدخين الأرجيل في الأهاوي وفي المطاعم وفي الأماكن المغلقة الحقيقة فيها ضرر كبير. يعني المواطن الغير المدخن لا يستطيع الجلوس في هذه الأماكن مع المدخنين، وإذا جلس هو يجلس في مكان مؤذي لصحته. فالقيود اللي موجودة عندنا الحقيقة احنا متخلفين جدا بالنسبة مثلا للتعليمات والقيود اللي موجودة في بلاد العراقية زي أوروبا وأمريكا اللي فيها يمنع التدخين منعا باتا في داخل الأبنية، يعني في المطاعم وفي الأهاوي ممكن الدخن برا، بس في داخل مطعم أو في داخل قهوة ممنوع التدخين إطلاقا. طيب دكتور، لو ناخذ اكثر امراض القلب شيوعا، بس بشكل عام نريد ناخذ فكره عن امراض القلب او الامراض اللي ممكن تصاب بها عضله القلب. يعني مثلا عندنا الناس يسالون مثلا الجلطات اللي تصير بالشرايين او سداد يعني الشرايين بشكل عام، مثلا شنو بشكل عام اكثرها شيوعا، كيف اسبابها، كيف علاجها؟ طبعا احنا يعني كامراض الحقيقه انت ذكرت في المقدمه انه امراض او الوفيات بسبب امراض القلب شكل حوالي 50% من اظن هيك حكيت انت، حوالي 50% الحقيقه من الوفيات، وهي ارقام محزنه جدا يعني، خاصه في التطور العلمي اللي الان حاصل في الكشف عن هاي الامراض وعلاجها، لكن لا نزال نواجه مشكله حقيقيه من ناحيه الوفيات من هاي الامراض. ومعظم الوفيات بتيجي من تصلب الشرايين، ترسب الكوليسترول في داخل الشرايين بسبب فيها انسداد الشرايين بيؤدي الى عدم وصول الدم بشكل كافي لجزء من عضله القلب، وهذا ما يعرف بالذبحه الصدريه والجلطه احتشاء عضله القلب. طبعا احتشاء عضله القلب ممكن يؤدي الى الوفاه الفوريه، يعني القصص اللي بنسمعها انه فلان كانت صحته كويسه وفجاه نام وما صحي، او كان ماشي وقلب ووقع وكذا مات، ما هذه كلها بتكون عباره عن ذبحه صدريه حاده أصيب فيها المريض وما استطاع أنه حتى يعبر عن أعراض الذبحة، ولم يستطع حتى الوصول إلى مستشفى أو إلى غرفة طوارئ للحصول على المساعدة. حوالي 25% من المرضى أصلاً يتوفون قبل الوصول إلى المستشفى للعلاج، الباقي بوصلوا للمستشفى ويعالجوا، وفي وسائل متعددة للعلاج، لكن بالنهاية الذبحة الصدرية تخلف شيء اساسي في هبوط عضله القلب، والسبب الرئيسي لهبوط عضله القلب هو الضغط غير المعالج. انتبهوا للسكري، انتبهوا للكوليسترول، انتبهوا للرياضه، انتبهوا للتدخين، كل هاي الامور اذا تفادت تشكل حوالي 90% من مسببات الجلطات عند الانسان، فاذا وكلها نستطيع ان نتفاداها. طب كيف يعني تبدا اعراضها اول شيء حتى يعرف المريض انه هو على وشك الاصابه وانه قد يعني بدات عند اعراض الجلطه مثلا؟ يعني هو العرض الشائع مثلاً، العرض الشائع اللي بيعرفه كل الناس هو الم الصدر. الم بالصدر، احنا الم الصدر بنقول من اعلى البطن لحتى الفك السفلي، يعني كل هاي المنطقه ما فيها اليدين والساعدين والاكتاف والظهر واعلى البطن، كل هاي مشموله بهذا بألم الصدر. فاي الم في هاي المنطقه او عدم راحه او ضغط او انه الواحد بحس انه نفسه مقطوع لما بيمشي لما بيعمل مجهود مثلا، يعني هاي كلها اعراض ملفته للنظر وممكن انها تكون اعراض الذبحه الصدريه. والمريض التنمل يمكن دكتور ايضا طبعا مع الم الصدر شائع جدا انه الم الذبحه الصدريه يبدا بالصدر وينتقل الى الاطراف والاطراف العلويه، طبعا ممكن ينتقل لاطراف الاصابع ويسبب الم باليد وتسبب كمان خدران باليد. يعني وجود هاي الاعراض كمان ممكن. اليسرى عاده دكتور ولا هو اليسرى اكثر من
اليمنى، لكن الأخطر من ذلك إذا كانوا تنتين مع بعض، لأنه ممكن تكون اليسرى بسبب مثلا ديسك أو شد عضلي في الرقبة، بتكون في عصب شارد بتكون. يعني إذا المريض شكى من ألم أو خدمة بإيده اليسرى مثلا، بنقول أنه ممكن يكون القلب. كذلك إذا أصيب بإيده بخدر أو ألم في يده اليمنى أو ساعده الأيمن، بنقول هذا ممكن يكون القلب. لكن إذا كان أصيب بألم بالتنتين مع بعض مع خدرة، بنقول هذا القلب 100%. وبتكون الأعراض يعني أهميتها أكبر، وبتكون علاقتها بتصلب الشرايين أو بالذبحة الصدرية بتكون أكبر. فهي بتكون يعني عرض فعلا قوي. الإنسان اللي بيشكي من هاي أو إذا شكى من هاي الأشياء، الشيء الأساسي اللي لازم يعمله إنه يتوجه للطبيب أو لغرفة الطوارئ ويفحص حاله. طيب شو سالب العلاج؟ احنا طبعا يعني الفحص، طبعا في عده طرق للفحص، منها اجراء التخطيط، واحيانا اجراء التصوير مثلا بالموجات فوق الصوتيه، واجراء بعض فحوصات الدم اللي تعطينا فكره هل صار في تلف او صار في جرح لعضله القلب. لكن في النهايه اذا كان فعلا كان في شبه تاكيد او كان مستوى الشك عالي انه المريض عنده ذبحه صدريه، يجب ان يلجا الى القسطره. القسطرة التشخيصية وبعد القسطرة العلاجية. القسطرة اللي هي فحص طبعا يتم في المستشفى، وأنا الحقيقة جبت معي فيلم ممكن نشوفه. أي نعم. إذا رقم واحد يعني. سيد المخرج يعرض لنا المادة. أي نعم. بالقسطرة التشخيصية زي ما بتشوف هون، هاي يعني بتعطيك فكرة كيف إحنا بنشوف بشكل دقيق شرايين القلب التاجية. طبعا هذه الأشياء اللي نشوفها زي الأحبال مثلا، هي فعلا شرايين القلب الآن مليئة بالصبغة الملونة ومحيطة بعضلة القلب، عشان هيك نشوف إنه القلب عم بتحرك. طبعا هون بهذا الفحص بنقدر احنا نشخص بشكل دقيق وجود التضيقات، حتى لو كانت تضيقات بسيطه مثلا بنسبه 5% او 10%، او لو كان الشريان مسدود بشكل كامل. فتصوير الشرايين التاجيه بتحلنا الحقيقه يعني هو فحص دقيق جدا لتشخيص التضيقات. طبعا والفحص بحد ذاته ما بيساعد المريض الا بالتشخيص، لكن بمجرد تشخيص التضيقات في الشرايين بنلجا للخطوه الثانيه اللي هي عمليه يعني حل هاي المشكله. يعني هاي الشرايين مصابه هون؟ هاي لا، الشرايين الحاليه هي شرايين سليمه. طبعا هون كمان عم نصور عضله القلب الرئيسيه اللي هي البطين الايسر اللي بتدخل للجسم. في هذا الفيلم بالذات يعني شرايين هذا الشخص الحمد لله سليمة، فهو يعني ربما قد يكون يعني شكى من ألم بالصدر، لكن ما كان عند الطبيب أي طريقة حتى يتأكد إنه هاي الأعراض هي أعراض قلب أو غير قلب، فأجريت هاي القسطرة. أثبتت القسطرة إنه المريض ما عنده أي مشكلة في شرايين القلب، فالمريض بطمئن الآن اطمئنان كامل إنه ما عنده يعني شبرا وعي. يعني تعتبر هاي القسطرة هي عملية للتشخيص العلاج؟ هي للتشخيص يعني نعم، هي للتشخيص، لكن أيضا من خلال القسطرة يتم أيضا العلاج. يعني أمراض القلب أو شرايين القلب تعالج إما بثلاث طرق، يا إما بالأدوية، يا إما بإجراء عمليات القلب المفتوح، يا إما عن طريق القسطرة، وهي عن طريق فتح الشرايين بالبالونات وزراعة الشبكات. إذا بحط لنا كمان الفيلم رقم 2، يمكن في عملية بس توضيحية اللي بنعنيه بعملية زراعة الشبكة. طبعا هون يعني هاي تصوير لشريان في انسداد، المادة الصفراء اللي موجودة شوية الشريان هي الكوليسترول المترسب بالشريان. بندخل الأنبوب بلاستيكي من الشريان الموجود بالفخذ إلى الشريان التاجية، وهي زي ما حكيت الانسداد. بندخل سلك رفيع جدا تحت الأشعة طبعا إلى داخل الشريان، بدخل في داخل تجويف الشريان التاجي المسدود بترسب الكوليسترول، وعلى هذا السلك بندخل البالون اللي موجود مضغوط عليه شبكة معدنية. طبعا في جهاز خاص بيعمل على نفخ البالون زي ما بنشوف هلا في الصورة، البالون بنتفخ، فلما بنتفخ بنفخ معه الشبكة. الآن الشبكة هي المعدنية اللي موجودة، انتفخت البالون طبعا، بعد مسحب منه السوائل فبرجع لحجمه لشكله الأولي، وبتضل الشبكة موجودة داخل الشريان. فتحت الشريان وضغطت الترسبات الدهنية إلى أطراف الشريان، ورجع المجرى الدم سليم 100%، رجع الدم يجري بالشريان، وبذلك بنكون منعنا الذبحة الصدرية وعدنا للقلب، وعدنا وصول الدم إلى القلب، والمريض عادة بيحس بتحسن كبير. هذا شريان متضيق، لكن الحقيقة أحيانا بيكون الشريان مسدود انسداد كامل. والمريض بيكون يعني يعاني من ذبحة صدرية حادة اللي هي من أعلى درجات الخطورة. أيضا نستطيع التعامل مع هذا الموضوع عن طريق القسطرة، ونستطيع الدخول إلى الشريان وفتحه عن طريق زراعة الشبكة بشكل سريع جدا، يضمن أنه الدم يرجع يجري في الشريان، ونضمن أنه عضلة القلب ما تتأثر بأي شكل من الأشكال وترجع لوضعها الصحي الكامل
تماما. الان اصبحت دكتور عمليات القصر يعني سهله ومتيسره وحتى انها مامونه، يعني بعض كان الناس في السابق يعني يخشون منها او يخافون انه عمليه قصر وجراحه كانه بالقلب عمليه كبرى يتخيلوها، يمكن الان اصبحت يمكن ساعات بضع ساعات يعني يقدر المريض انه يغادر يعني بعد فتره وجيزه من عمل القسطره. صحيح، هو طبعا الخطوره يعني القسطره لما انا درست طب القلب يعني قبل 20 سنة كانت القسطرة تجرى بشكل بيختلف تماما عن القسطرة الحالية. نعم. لكن الآن الأمور تغيرت وأصبحت القسطرة الحية يعني سهلة وسريعة، يعني المريض بيدخل بيعمل قسطرة بروح بنفس اليوم بعد 4 ساعات مراقبة يروح على البيت. وبتنعمل في بنج أو مخدر موضعي، يعني مش بحاجة إلى بنج كامل. لكن بتضل فحص يعني في نسبة خطورة ولو نسبة قليلة جدا، لأنه أول شيء إحنا راح ندخل على الدورة الدموية في الداخل وراح ندخل أنبوب بلاستيكي رفيع إلى داخل القلب. القسطرة بضل فيها منها خطورة مثلا حدوث جلطات، عدم انتظام أو تسارع في نبض القلب، التهابات مكان الدخول إلى الشريان، وأحيانا يصبح فيها مشاكل يصير في نزف أحيانا من مكان العملية. فلذلك يجب القسطرة لا تجرى إلا للمريض اللي يحتاج إلى قسطرة، يعني لا تجرى بناء على طلب المريض. يعني إذا مريض جاني على العيادة وقال لي والله أنا حاب أعمل قسطرة مثلا أطمن، بقول له لا نقعد مع بعض وخلينا نتحدث، اذا كان في ضروره للقسطره نعمل لها قسطره، اذا ما في ضروره نعمل لها قسطره. لذلك الان طبعا في مرضى كثير او في ناس كثير بيحبوا يطمئنوا بس ما بدهم يعملوا قسطره بسبب الخوف او بسبب وجود المشاكل او لانه الطبيب ما نصح باجراء القسطره. الان طبيا صار في عندنا بديل للقسطره وبديل حياه ممتاز جدا. هو الان انا سؤالي التالي كان يعني اريد اسالك دكتور انه هل هنالك بدائل للقسطره اذا احنا وصلنا لمرحله متقدمه بالطب والوسائل العلاجيه لامراض القلب؟ شنو البدائل الحديثه حاليا لموضوع القسطره؟ في طبعا في بدائل الان ممتاز الحياة، يعني والتطور اللي صار في تصوير شرايين القلب خارج نطاق القسطرة هو عن طريق تصوير شرايين بالجهاز التصوير الطبقي. طبعا مشكلة القلب والجهاز التصوير الطبقي أن القلب هو العضو الوحيد المتحرك في الجسم، يعني الصورة الطبقية للدماغ سهلة لأنه الدماغ موجود ما بتحركش، يعني إذا المريض ما حرك رأسه الدماغ مكانه، البطن مكانه، الدورة الدموية في الساقين مكانه، لكن القلب بضخ ينبط. فانه نصوره وناخذ صوره واضحه كان الحقيقه مساله فيها صعوبه، لكن الان صار في اجهزه للتصوير الطبقي حديثه جدا. وانا ما بحبش اعمل دعايه لكن الان في يعني الجهاز اللي موجود مثلا على سبيل المثال في المستشفى اللي انا بشتغل فيه بشكل رئيسي مستشفى الخالدي، الجهاز الموجود حاليا يضاهي احسن الاجهزه الموجوده في العالم من حيث السرعه. هذا اتاح لنا انه نصور الشرايين التاجيه بشكل يعني تصل دقته الى تقريبا الى دقه القسطره، وهذا بيغني عن القسطرة لأنه الحقيقة ما في داعي للدخول إلى الجسم. الإبرة المادة الملونة اللي بتلون الشرايين تعطى عن طريق إبرة، في حتى فيلم توضيح كمان بحط لنا إياه فيلم رقم 4. فيلم رقم 4 بتنعطى الإبرة في ساعد المريض وبتنعطى الصبغة بشكل كامل بدون إنه ندخل لداخل الجسم، والموضوع بتطلب بس إنه المريض يحبس نفسه لعدة ثواني، بعديها بتنفس بشكل طبيعي بيروع على البيت بيكون النتائج تصورت وممكن يعمل فحص في اقل من نص ساعه. والصور اللي بتطلع عندنا الحقيقه صور يعني غايه في الدقه وغايه في يعني تساوي على حسب المريض احيانا بنفس الدقه اللي بنشوفها في القسطره. فهي الحقيقه ساعدتنا وساعدت المرضى اللي حابين يطمئنوا على شرايين القلب لكن خايفين او في مانع من اجراء القسطره. صار الان في بديل ممكن اجراءه بشكل دقيق وبشكل ناجح لتشخيص هاي المشكله. نعم دكتور، بالنسبه لموضوع الجلطات هي ممكن تصيب نقدر نقول يعني كل الاعمار او ما لها عمر محدد؟ يعني احيانا نسمع واحد شاب او يعني لا سمح الله توفى بذبحه يعني قلبيه او صدريه، طب احنا يعني شنو نريد نقول انها اكو عمر محدد او رينج معدل الاصابه بمثل هاي الامراض؟ والله لا، هو ما في بس اقول لك احنا الشيء المحزن في مجتمعنا، يعني احنا عملنا دراسات في داخل الاردن على امراض القلب وتوصلنا الى نتيجه الحقيقه محزنه. اللي وجدناه اذا طلعنا على الدراسات اللي تجرى في العالم الغربي في امريكا وفي اوروبا مثلا، نجد انه عند الرجال معدل السن اللي يصاب فيه الناس بالذبحات الصدريه عند الرجال هو 55 سنه، يعني سن الاصابه في امراض الذبحات الصدريه. نعم، اذا جمعنا كل المرضى وطلعنا على سنهم بشكل كامل بنلاقي انه معدل السن هو حوالي 55 او 60 سنه. احنا في الاردن اقل ب10 سنوات، بمعنى انه احنا الاصابات بامراض القلب تبدا عندنا 10 سنوات ابكر
من العالم. ترى دكتور يعني المجتمع العربي كله تأبكر يعني بسبب كل الأمراض بكل بشكل الأمراض عام، يعني أبكر إحنا من الغرب أبكروا أكثر بحكم البيئة، بحكم العادات الغذائية يعني خاطئة، بحكم صحيح حتى طرق صحيح النوم والعمل. يعني هو لما الواحد يعني بتطلع على هاي الإحصائيات الفعلا المحزنة بيقول طب شو السبب؟ يعني هو السبب مش سبب وراثي إنه إحنا ولدنا وعندنا هاي الصفة إنه إحنا سنصاب بأمراض القلب بهذا الشكل، لكن الحقيقة هو طبيعة حياتنا. يعني ذكرت الأسباب، طبيعة الحياة، عدم الاهتمام بالطعام، عدم الاهتمام بالرياضة، التدخين، ساعات العمل، الإرهاق، الاسترس اللي موجود، الضغط النفسي اللي موجود، حتى طرق العادية كل هذا يعني بالجلوس بالاستقامة بتختلف، حتى نظافة الشوارع، بنزين السيارات، يعني في علاقة وثيقة بين الجلطات مثلا اكتشفوا حديثا وبين الديزل اللي بيطلع من السيارات في الشوارع. واحنا يعني نوعية الديزل اللي موجود عندنا يعني سيئة جدا بالنسبة مثلا السولار او الديزل اللي موجود في اوروبا، فهذا عامل آخر أيضا يشكل، هو عامل خطر أيضا ومسبب للذبحات الصدرية. ذكرتني أحد ضيوفنا كان ببرنامج مستشارك الطبي دكتور، كان عن أمراض أو الإصابة بإصابات الركبة، فكان يقول أيضا أنه إحنا البلدان العربية أو الحوض الشرق العربي أنه إحنا أكثر إصابة بأمراض الركبة. سألنا ليش؟ فقال لي أنه إحنا عندنا الحمام الشرقي، يعني عفوا التواليت الشرقي، هذا هو أكثر يخلي إصابة. فإذا حتى طريقة استخدام الحمام فإذا هي من أسباب أو من العادات اللي تختلف عن الطرق الغربية. أنا بخالفه، أنا بخالفه هذا لأنه بعتبر نوع من أنواع الرياضة. فممكن يكون كويس للقلب إذا مش كويس للركبة. نعم. زي دكتور بالنسبة للجلطات، شنو بعد أكثر الأمراض القلب اللي ممكن يكونوا يعني أو أكثر شيوعا أو أكثر عرضة لها الناس؟ الناس طبعا انا يعني الضغط هو المرض الاول وهو الاكثر شيوعا عند الناس، ومشكله الضغط انه ممكن اكون هلا انا اذا انا ما مش مهتم بصحتي ممكن اكون قاعد معك هلا ومتحدث ممتازين وكل شيء تمام وشاعر نفسي انه انا كويس ما عندي اي مشكله، بس ممكن اكون اذا ضغطي هلا ممكن يكون ضغطي عالي جدا، ممكن قاعد انا على قنبله موقوته، ممكن على لغم. لا تقول لي مرتبك من الكاميرا يعني. لا لا انا ضغطك. لا بس لا انا بحكي عن الناس اللي عندهم الضغط بشكل مزمن. مشكله الضغط انه احنا بنسميه القاتل الصامت، انه ما له اعراض يعني فعلا الانسان ممكن يكون بيمارس حياته بشكل طبيعي وماشي بحياته وحاس حاله انه مبسوط، وفي كثير من المرضى بيكتشفوا ضغطهم عن طريق الصدفه، يعني بيكون مثلا رايح يزور قريب له في المستشفى. نعم. وبكون ماشي مثلا هيك بشوف الممرض او المريض دخلت على المريض على قريبه في هذا وبمد ايده ضغط، فبقول له بمد ايده بقول له بالله يقيس لي ضغط، طب والله يقيس لي ضغط. بتقول له اوكي بتقيس له ضغط، بتقول له اوف انت عندك ضغط، ولا لا ما عندي ضغط، له ضغطك عالي. بيطلع ضغطه مثلا 180 120 وهو مش عارف. نعم. يعني هو بس اطلاقا، وهي مشكله الضغط. فلذلك بتلاقي ناس كثير ماشيين وما بيعرفوا انه عندهم هذا المرض. يعني نقدر نقول انه يعني من الافضل انه كل انسان يعني حتى يكون دائما تحت كشف دوري انه يفحص الضغط حتى لو باجهزه بيتيه، يعني طبعاً. حتى ولو في اجهزه بيتيه، يعني الاجهزه البيتيه ممكن ما تكونش بنفس دقه الدقه. اي نعم. الاجهزه الموجوده في عيادات الاطباء مثلا او في المستشفيات، لكنها بتعطي فكره يعني تعتبر مؤشر لحاله مؤشر، وبعدين اللي بيقيس ضغطه في الجهاز البيت بلاقي ضغطه عالي خلص بيصير بيعرفوا انه عنده مشكله، فبروح بتاكد. يعني هاي ممكن توصله بالنهايه للطبيب او للمستشفى حتى يتاكد فعلا انه هذا الجهاز صح ولا هو او غلط ولا هو عنده ضغط ولا شيء. فهو ممكن ما يكونش الجهاز دقيق بالارقام، لكن انا متاكد اذا كان ضغط المريض عالي راح الجهاز يعطي قراءه عاليه. يعني نعم دكتور، هاي الاجهزه الالكترونيه يعني بشكل عملي بالاسواق يعني تكون من كثر شده حساسيه الحقيقه الارقام ما تكون دقيقه، لانه يمكن الميكانيكي يكون اكثر ثقه، يعني هذا اللي نستخدم به زي مثل النفاخ يعني يكون اكثر طبعاً دقيق طبعاً اكثر ثبات بالنتائج اللي تطلع، بينما الالكتروني يظل صعود نزول بالارقام. صح صح. يمكن اذا شويه واحد ينفخ على الجهاز يتغير الرقم، فلذلك احنا ما نعتمد الحقيقه بمقاساتنا بالطب الرياضي لما كنا يعني تفضل الميكانيكي أكثر. 100%. لكن إذا المريض الشخص تعلم كيف يقيس ضغطه بالطريقة الصحيحة، يعني المريض لازم يقعد على طاولة، لازم يحط إيده تكون الإيد مرتاحة على مثلا إيد الكرسي مش رافعة هيك أو شيء هيك، لازم تلف الجهاز يعني أو الكف نسميها إحنا على الساعة بالطريقة الصحيحة، ولازم الإنسان مرتاح وبعدين ما يكونش مثلا قياس الضغط بعد جهد. نعم. يعني يدخل يركض بعدين يقيس الضغط، لازم يرتاح على الأقل 10-15 دقيقة قبل ما يأخذ ضغطه. فإذا أخذ ضغطه بهاي الطريقة على الأغلب راح تكون قراءة نوعا ما دقيقة، وبعدين يعني يأخذها وبعدين يعيد القراءة بعد دقيقتين أو خمس دقائق وبعدين قراءة ثالثة ويأخذ معدلهم. هلا كثير من الأجهزة الإلكترونية بتعطي المعدل، يعني بتأخذ أول قراءة بعدين تأخذ القراءة الثانية وبعدين تأخذ القراءة الثالثة وتعطيك معدل القراءة. إذا أخذنا معدل قراءتين أو ثلاث قراءات أو أربع قراءات بيطلع يعني إلى حد ما بتصير القراءة يعني أدق.
فهو احيانا احنا طبعا للاسف بيروح المريض بيشتري الجهاز من الصيدليه، لا الصيدلي بيعلمه كيف يستعمل الجهاز ولا هو بيعرف كيف يستعمل الجهاز، فبتكون في مشكله. انا معظم مرضاي بطلب منهم انه اللي عندهم اجهزه يجيبوا الجهاز عندنا على العياده، لما بيجي هو يفحص انا بقيس الضغط في العياده وبقول له تفضل انت قيس الضغط هلا بالجهاز تبعك اشوف كيف بتقيسه. فهو بيقيس الضغط، اذا في اي ملاحظات على طريقه القياس بنبه عليها، وبعدين بطلع على فرق الضغط بين الجهازين اذا في فرق كبير او فرق خفيف. اذا كان فرق بسيط قول له جهازك كويس واستمر على هذه الطريقه لمراقبه الضغط. هنالك دكتور بعض امراض القلب يعني تاتي وليديا، يعني الطفل يولد وهو يعني عنده مشكله في القلب، ممكن تعطينا فكره عن هاي الامراض دكتور؟ هي طبعا الامراض الوراثيه، يعني بيكون في تشوهات خلقيه في القلب، طبعا انواعها كبيره جدا وفي منها يعني يصلح بشكل بسيط والانسان يستمر بحياته بشكل طبيعي، يعني زي بعض الفتحات اللي موجوده مثلا بين حجرات القلب او بعض الانسدادات اللي موجوده مثلا بالشرايين الرئويه او بالشرايين الابهري، هي ممكن اصلاحها بشكل سهل في مرحله الطفوله، واذا صلحت بالطريقه الصحيحه الطفل بيمارس حياته بشكل عادي لعمر يعني هاي الامراض ما بتاثرش من عمر الانسان. لكن في بعض الامراض المعقده الحقيقه وتتطلب يعني اجراءات جراحيه متكرره للطفل، وهي احيانا الحقيقه ما في منها علاج ناجع ويبقى تاثيرها مستمر. بس هاي يعني مش هي ليست الامراض الشائعه في المجتمع، وهي الامراض الاقل شيوعا الحقيقه. يعني الامراض الشائعه هي امراض الكوليسترول والضغط والسكري وتصلب الشرايين. احنا في ختام حلقتنا دكتور رمزي لا يسعنا الا ان نتقدم لك بالشكر الجزيل على هذه المشاركه الطيبه في برنامج مستشارك الطبي، وايضا على المعلومات القيمه اللي وفيتنا بها وخصوصا عن موضوع الصيام مع امراض القلب، وان شاء الله نستضيفك بحلقات اخرى. شكرا لكم. شكرا لك، وشكرا لسادتنا المشاهدين ومتابعينا عبر شاشه البابليه، دائما انتظرونا في الاسبوع المقبل وحلقه جديده من مستشارك الطبي. الى اللقاء.